تحذر إدارة الأرصاد الجوية من أمطار متفرقة متوسطة الشدة إلى غزيرة أحيانا تكون رعدية على بعض المناطق مع نشاط في سرعة الرياح قد تصل إلى أكثر من 50 كيلومتر في الساعة تؤدي إلى انخفاض في الرؤية الأفقية على بعض المناطق ويصل ارتفاع الأمواج البحرية لأكثر من 7 أقدام. هذا وينتهي التحذير الجوي قبل ظهر اليوم.